الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون لو الحياة صورة من أصل الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم آدم كم بتاخد كم بتعاطي كم يطول كم يطول عمر الدهر هذا محال بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان يسرع ياخد من العمر أحلى العمر بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان يسرع ياخد من العمر أحلى العمر الدنيا دي مو دايما لأنك شي في زوال تبقى في نفس المكان تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان كل الأمان رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار أفهمك بإيش ولا إيش؟ شفهمك بس يا حنان خليني في الصورة تراني أقدر أحل كثير من المشاكل وخاصة المعقدة منها صحيح يا هلال لا تنسي إني رجل قانون قربي وبتشوفي إذا أنت الأمل الوحيد اللي قدامي الحين واللي أقدر أعتمد عليه لذلك رح أقول لك كل مشاكلي ورح أبدأ بالمشكلة الأولى زين جاية السلام عليكم أمتي هذه أنتي فاطمة موجودة يا أمتي انتي متاكده انش جايه باغيه فاطمه ولا حد ثاني حد ثاني مثل من سالي نفسك انا ما فاهمه شيء واحليها مسكينه الصغيره ما فاهمه شيء ها عمتي انتي مالك اليوم ايش اللي ساير عمرك ما عملتيني كذا كنت غلطانه واليوم بديت اصلح الغلط سامحيني بديت أعرف الغلط ولو إنها جات متأخرة شوية لكن أوعدش إني بصلحها كله بس صبري عليه شوية وين؟ ويا
المطر تعال، ترى ما حد غريب، ما غريب إلا الشيطان. كيف حالك سلمى؟ حط الأغراض عندك ويلا توكل. زين عمتي اطلبي منه شيء ثاني؟ مشكور. كيف حالك سلمى؟ أنا بخير الحمد لله بخير. مطر سبحان الله، اليوم بس اللي خلصت القهوة من بيتي. خير ايش هناك بعد؟ سلمى يا عمي سلمى. سلمى؟ مالها سلمى؟ جاية عندكم بالبيت لكنها زعلانة غضبانة، يمكن عمتي زكية ناس تنازعها. نازعها؟ زين وانا مالي مال سوالف الحريم هذي. بعدها؟ ماشي عمي، بس انت اللي قايل لي لما تشوف شيء تعال خبرني، وهذا اللي انا شفته. يا خلاص خلاص بس سير شوف شغلك. يلا سير 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 يا عمي يلا سير سير. السلام عليكم عمي هاشم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. سلمى سلمى اخفي، سلمى اخفي، سلمى سلمى. خليني امشي يا مرشد. ما قبل ما اعرف ايش فيك. روح لبيتك وشوف ايش قلت لزكية. زكية؟ الظاهر اني انا اتفق مع طفل صغير. خليني امشي. لحظة يا سلمى لحظة، الكلام هنا ما ينفع، خلينا ننتقل في الحارة. ايش؟ رحت له؟ انا لازم اشوفهم افضحهم بعد. ما تلحق عليهم، يكونوا خلصوا كلامهم وراحوا عنش. قلت لك لازم اروح لهم. بتوصلي متأخرة لانك غيب. هذا الحين غيب غيب. بشوف آخرك يا معاك. تضحك؟ طبعا اضحك، لاني توقعت اني اسمع مشكله كبيره ومعقده وما لها حل. يعني ايش؟ يعني ايش؟ يعني لو حليت لك هذه المشكله كيف يكون وضعي عندك؟ كيف تساومني؟ ابدا يا ام امين ابدا. اسمعني زين،
أنا ما بدي أتخلص من مشكلة واحد عشان أدخل مشكلة مع واحد ثاني. أسلوب النذالة هذا مو طبيعي. هدي يا أم أمين هدي. أنا هلال أتكلم معك مع عبد العزيز. كلكم واحد كلكم واحد. اسمعني زين، عندك حل المشكلة تفضل قولها، ما عندك مكتبك. أنا عندي حلول ما حل واحد. تريدي تثبتي إنه المرحومة أم عبد العزيز استلمت حقوقها كاملة قبل ما تموت، وإنه ما إلها عندك ولا بيسة؟ إيش؟ أم أمين يا هلال، أم أمين اللي عمرها ما فكرت تظلم أحد ولا تاخذ حقوق أحد ولا تحط بيسة حرام في جيبها. فهمني زين. أنا آسف، يبدو لي إني فهمتك غلط. افتكرتك مثل هذول اللي ممكن ياخذوا اي حاجه، حتى لقمه الفقير ياخذوها بالقوه. انا ريت اسلم للمحكمه حقوق عبد العزيز كامله، بس على شرط من غير ما تكون شريكه معي في الشركه. ها يعني باختصار عبد العزيز ياخذ نصيب ميراث امه من ميراث ولدها ابو امين من غير زياده ولا نقصان. تقدر؟ وحل هذا الموضوع اسهل من السابق. كنت فهمني كده. أستاذة أنا حاولت أمنعه لكنه أصر يدخل بقوة. أنت ليه متى بدرت تهجم علي مكتبي بهذه الطريقة؟ يا أخي خليك محترم ولا مرة واحدة في حياتك. أنت آخر واحدة ممكن تتكلم عن الاحترام. عبد العزيز أنت قليل. حياتي ما رفعت إيدي على حظك. خلينا كسر لك ايدك. استاذ عبد العزيز عيب، كل شيء بالتفاهم، كل شيء بالقانون. هذه المدام بالذات ما ينفع معاها الا شريعه الغاب، وانا مستعد اتعامل معاها بنفس الشريعه اذا كان هذا الشيء نسبها. الظاهر اني انا اللي لازم اطلب الشركه. ما في داعي، ما في داعي يا مامي علشان سمعه الشركه. ترى احنا مش بانفسنا في الوقت. أستاذ عبد العزيز ممكن تتفضل معي؟ ممكن؟ ممكن تفضل. اسمع يا هلال، أنا ما أريد منها شيء، أنا أريد حقوقي وبس. بس انت باسلوب هجومك هذا الدائم على الشركه يخلي الحق ينقلب ضدك. يعني ايش؟ يعني بكل سهوله ام امين تلبسك تهمه. بامكانها تقول انك بتطاردها في كل مكان، ووصل بك الحال انك تهكمت عليها في مكتبها، وهذه تعتبر جريمه. لكنها ما اكبر عن الجريمه اللي ناوي ألبسها إياها هذا الأيام. أي جريمة؟ بعدين بتعرفها يا أستاذ القانون. بس أرجوك تبلغها إنها تنفذ الحين كل طلباتي. حقوقك؟ الشركة كلها وأولادها. إيش؟ Thank you.
القلب اليوم يعتصر ندم وجفوني عافت النوم قلب اليوم يعتصر ندم وجفوني عافت النوم زاد همي وزاد الألم ما عاد ينفع فيه اللوم ما عاد ينفع فيه اللوم. منى حبيبتي أنا آسف بس أنا تعبانة كنت خليني بروحي. ممكن مساء النور ماما. تبي شيء؟ لا لا شكرا. متأكد؟ لا ما أبدا ما أريد شيء. تبي شيء قول لي ها؟ تمام. قلب اليوم يعتصر ندم وجفوني عافت النوم قلب اليوم يعتصر ندم وجفوني عافت النوم زاد همي وزاد الألم ما عاد ينفع فيه اللوم ما عاد ينفع فيه جنين في حشايا زارني أحزان منه وهم صابني جنين في حشايا زارني أحزان منه وهم صابني غسان جروحك اليوم تزيد منك ولد ما ريد مريد وين أروح كيف أسوي السراب اللي أنا فيه يمكن يكون حقيقة ممكن غسان يحوله إلى واقع الأمل بعد موجود عندي أحسه مثل النور في قلبي لكنه بعيد عن الواقع أنا متأكد أن زواجك من سميرة مالك فيه أي ذنب أنت معذور أيوة أنت معذور لكن هي لا وزية يا
بها فوزية. خير يا ابوي؟ مالك؟ كأنك نسيتي تعطيني الدواء يا بنتي. سامحني يا ابوي، نسيت. أول مرة تنسي يا فوزية، هذا معناه إن في شيء شاغل لك بالك يا بنتي. ما في شيء يا ابوي، ما في شيء. تفضل. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله الحمد لله. أنا ملاحظ عليك يا بنتي إنك متغيرة، كأن في شيء مضايقنك يا بنتي. خير يا بنتي؟ إيش فيك؟ صدقني يا أبوي ما في شيء، بس شوية تعب وإرهاق من الشغل وبس. الله يساعدك يا بنتي، لكني ما مقتنع من الكلام اللي قلتي. على كل الحال، وين أخوك سعيد؟ سعيد يذاكر في غرفته. تامرني بشي ثاني؟ مشكورة يا بنتي، مشكورة. الحين نام. الله يحفظك من كل سوء يا بنتي، الله يحفظك. يا الله. خميس خير. مو سويت في مشكلتك مع مرشد؟ أحيد من زمان رافع عليكم قضية. يقول أظن تنازل لأنه حس بغلطته. تنازل؟ يقول كذاك من نوى الطريق يتنازل كذاك مرشد؟ لا 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 لا، ما أعتقد هذا المخلوق باغي يسوي خير في الناس. يقول أظن أنه باغي يفتح صفحة جديدة، صفحة بيضة. اللي مثل مرشد هذا ما يعرف البياض في حياته. هذا قلبه أسود وخبثه أسود بكثير أكثر من هذا الظلام اللي تشوفه قدامك. هذا المخلوق عمره ما يعرف يحس بالغلط، يشوف كل الناس غلطانين وهو بس بصح. أخبرك هاشم؟ ربنا على الظالم. ايه، لكن احنا عاد ما لازم نخليه يسرح ويمرح على كيفه. بنات الناس ما لعبه خميس في دينه هو. بنات الناس؟ هاشل، كأنك باغي تقول شيء. والله ما اعرف ايش اقول لك اخوي خميس، اخافني اظن، والظن حرام. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا أخوي يا هاشم، أنت لا تقول غير اللي شافت عينك وسمعت أذنيك. واللي اخطر على قلبي ما بقول لك عليه، خلي قلبك هو بيقول لك يا خميس. إيش كان يريد منك مرشد؟ ما بيني وبينه شيء، بس هاشل قال لي إنه شافكم عند المزرعة أنت وياه تتكلموا. إيش كان يقول لك؟ أنا كنت أشكره إنه تنازل عن القضية اللي رافعنها ضدك، وطلب مني إني أقنعك إنك ترجع المزرعة في أي وقت تريد. بس؟ بس؟ بس هذا كلام جدي، لكن كلام هو أنت ما قلتي لي. من متى أنا أكذب عليك يا أبوي؟ من يوم دخل مرشد في حياتنا
اللي يحرق عمره بالنار ما يصرخ ويقول أنا احترقت. صدقني يا أبوي، ما صار أكثر من اللي قلت لك عليه. ما أقدر أصدقش وأكذب نفسي وأكذب عقلي. أنا حاس إن اللي يكلمني واحدة ثانية، ما سلمى بنتي اللي ربيتها. واحدة ثانية من يوم ما رغد زوجني حسان الأصغر مني. أنا أكلمش في موضوع وأنت تكلمين في موضوع. إذا تفتكر إنه بيني وبين مرشد شيء فهذا وهم، لكن زواجي من حسان حقيقة ولازم تخلصني منه. لا يا سلمى، لا، لازم ما نستعجل في اتخاذ قراراتنا. وما هذا هو كلامك؟ بس بقائنا على هذا الشكل غلط. احنا غلط نكون زوجين، احنا اللي فيه الحين ظلم، حرام انه نرضى بهذا الظلم. ليش نعذب انفسنا كل هالعذاب يا حسان؟ ليش؟ يمكن في انفصالنا بعد عذاب اكبر واحنا ما حاسين فيه الحين. في انفصالنا نحصل انفسنا، نعيش حياتنا. طالما انه عايشين وبيننا هذا الستار، عمرنا ما راح نكون زوجين. انت تعرف ايش معنى وجود هالستارة بيننا؟ هي كلمة طلاق. شوف الستارة كيف تفصلنا عن بعض، وشوف الكلمة كيف تفصلنا عن بعض. الستارة احنا نحطها غصبا عنا، والكلمة تكون باختيارنا. بس انا ارفضها، ارفضها. وأنا بعد أرفضها. ليش يا عمتي ليش؟ ما قبل ما أعرف ليش تريدي تطلقي. أعتقد لما جيت تخطبيني كنت تريدين الغسان مو الحسان. بس الظروف اختلفت يا سلمى. إيش يعني؟ يعني حسان ما قايم يطلقش إلا لما يعرف سبب هذا الطلب. ترى فيش تفكري الحين يا زكية؟ أكيد جالسة تدور على مدخل علشان تكلميني في موضوع سلمى، أو إنك عرفتي إني باخذ توكيل لبنتك فاطمة، وهذه مصيبة أكبر من اللي قبلها. أنا عارفة أني جالس تدور على كذبة تكذبها علي يا مرشد، لكن اطمئن أنا ما رايح أسألك عن شيء. خليك كذا تتحذف داخلك كذاك، ولما أريد شيء ما أجلس أحرصك أنت اللي تجي تخبرني. لا، أنا جا واقعك على طول حتى ما تقدر تفكر في كذبة تكذبها. خير إن شاء الله، مالكم؟ أشوف كل واحد منكم سرحان في مكان. ها؟ أما وحدي ما سرحة، لكن شوفي أمك ما عارفة إيش اللي شاغل بالها. الحمد لله رب العالمين، ما شي شاغل بالي. البالي وفوادي باردين مثل الثلج. أقول مرشد؟ ها؟ الحين تقول بالي وفوادي بارد مثل الثلج؟ المهم ايش عندك؟ بغيتك تشوف لي عامل، لكن بشرط اريده يكون امين. عامل؟ وحاليش تريدي عامل؟ بعدين بتعرف. المهم انك تشوف اللي اياه، وانا مستعده اني انقل على كفالتي. حاضر حاضر يا زكية. ليش تريد العامل؟ بابا
حسن تعال. استاذ عبد العزيز تعال تفضل كده. تعال تعال تعال. أشكر الظروف اللي خلتني أشوفك هالساعة. أنا في الحقيقة دورت عليك كثير لحد ما وجدتك. غريبة يا أستاذ عبد العزيز، دور علي وعزمني على العشاء بعد ما طردتني. ليش؟ عشان تطردني مرة ثانية؟ قل لي يا غسان، إيش اللي خلاك تشتغل هذا الشغل؟ ها؟ هو أنا حصلت غيرها وقلت لا، بعدين يلا وراها رزق. بالعكس، أنت مستواك أعلى عن هذا المستوى. خلينا المستويات الكبيرة هذه ليكم يا أستاذ عبد العزيز. بالعكس يا غسان، بالعكس، أنت شاب تختلف عن باقي الشباب، شاب عنده طموح وعنده موهبة عظيمة، فلا تدفن هذه الموهبة. أي موهبة؟ قصدك الرسم؟ الرسم بالكلمات. ما أدري يا غسان، أنا عندي إحساس غريب إني أنا وأنت لنا هدف واحد. أنت هدفك سميرة، قصد الشركة، وأنت هدفك كيف تعيش مثل ما عايش الناس، ولا أنا غلطان؟ ممكن تقول لي عندك من غير لف ولا دوران؟ كيف غسان، أنت مستعجل علشان تروح الفيلا ولا إيش؟ لو سمحت بدون سخرية، قل لي عندك وخلصني. أنا أبغى أعلمك كيف تعيش مثل ما عايش الناس، وكيف تمشي أمورك يا غسان. بعدني ما فهمت. أريدك تحط إيدك في إيدي علشان نكون شركاء، إيش رأيك؟ والله أنا صرت خايف أقول إني ما فهمت. خوفك هذا معناه فضولك في المستقبل هو اللي يعلمك. ممكن تختصر الدرس يا معلم؟ الدرس باختصار يا أستاذ غسان، إنك لازم تتغير علشان تعرف تعيش. وانت ايش مصلحتك من هذا؟ خلني أقول لك الكلام اللي عندي وبعدين تستنتج ايش هي مصلحتي بالضبط. أسمعك. طلقتك حامل. ايش؟ ايش فيك؟ فضحنا قدام الناس. تكلم بهدوء، ولا خلنا نغير هذا المكان عشان نتكلم على كيف انت. ايش فيك؟ فضحتنا. كل كل ممكن فهمني ايش السالفه بالضبط؟ اسمع يا غسان، أنا ما أحب أضيع وقتي معك وأعيد الكلام اللي قلته، بس أحب أقول لك إن إحنا لازم ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة ونتعاون مع بعض، لأن مصلحتنا واحدة. مشكلتك يا أستاذ عبد العزيز إنك بعدك تتكلم بالألغاز. لغة الألغاز هذه ما أفهم فيها أبدا. مثل ما قلت يا غسان، من غير لف ولا دوران. انت طبعا تعرف هدف وجودك مسقط علشان احصل على ميراث والدتي الله يرحمها بكل فوائده، لكن الحين لا، الحين ابي الشركه كلها، واذا انت ساعدتني وقفت معي بتحصل لك نسبه من الشركه، بس بشرط واحد، تنفذ
كل اللي أقول لك إياه وبالحرف الواحد. وكيف أنا أقدر أساعدك؟ كل شيء بتعرفه بعدين، بس في الأول خلنا نتفق. صراحة يا أستاذ عبد العزيز لازم أكون صريح معك، أنا أخاف أتعامل معك لأني أعرف أساليبك زين زين، وعلشان ما أخسر شيء أريد أضمن حقي في اللي تقوله. ممكن أعرف إيش تريد بالضبط؟ طبعا ممكن، شوية فلوس أدبر بيهم حالي لغاية ما نحقق اللي تريده، ولا تريدني أشتغل معاك بدون مقابل بعد؟ وعلمه الرماية كل يوم، ولما اشتد ساعده رماني. ايش قلت؟ قلت موافق، بس اسمعني زين يا غسان. صحيح أنا ما هو هذا مستواي، أنا تعودت على معيشة مع سميرة تختلف عن هذه المعيشة. علشان كذا أنا لازم أشوف مصلحتي. ليش أخسر كل شيء وغيري يكسب ويستفيد؟ واللي أشوفه قدامي أستفيد منه، أخلي مصلحتي فوق كل شيء، كل شيء. أسلوب حياتي لازم يتغير، أكيد لازم يتغير، وأخلي مصلحتي فوق كل اعتبار، لازم يتغير. هذا ملف البريد. شكرا. تعملين بشي ثاني؟ لا شكرا. فوزية، في شيء يا غسان؟ قصدي يعني كيف اقدر اشوفه؟ اسفه استاذه، اللي اعرفه انه غسان من يوم ما طلع من الشركه ما رجع لها مره ثانيه. طيب خلاص تقدري تشوفي شغلك، تفضلي مرتبك. على فكرة نادي لي هلال وخليه يبي المكتب. حاضر، عندني. نفسي أعرف ليش هلال يقلب في ملفات الشركة القديمة. هل هو شاك في شيء، ولا أن سميرة شاكة فيه وطلبت من هلال هذا العمل؟ أنا لا يمكن أسكت على هذا الوضع، لازم أعرف من سميرة بنفسها معنى هذا التصرف، لكن في الوقت المناسب. هلال، أنا ناديتك المكتب علشان تقعد ساكت وغير ولا كلمة؟ لا يكون ما عندك شيء تقوله. بس
أنا كنت أتوقع أنك أنت تكلميني عن الموضوع الثاني اللي مضايقك. وأنت سمعتني حل المشكلة الأولى علشان أقول لك على الموضوع الثاني؟ ولا أكيد لا، أكيد أنت مثل الناس اللي عندهم هواية سمع مشاكل الغير من غير ما يساهموا بحلها. أنا قلت لك من البداية أن موضوعك حله سهل بسيط، بس لازم تعرفي أنه عبد العزيز وريث شرعي وقانوني. هذا أصلا الموضوع أنا عارفته من زمان من غير ما تضيف وزيد فيه أنت أصلا. هات اللي بعد إذا عندك. اللي بعده يا أستاذة سميرة، عبد العزيز إنسان ذكي، ولو قدر يثبت أنه ميراث أمه من أخوه مبارك استغل في الشركة، في هذه الحالة من حقه يطالب بفوائد وأرباح المشاريع السابقة باعتبار أمه وريث معك مع ولادك. حضرتك جاي تحل المشكلة ولا تزيد تعقيدها؟ كم مرة قلت لك أمه عمرها ما كانت شريكة معي في الشركة، بس أنا للحين ما عطيتها حقوقها. هذا الشيء أنا عرفته منك أنت، لكن عندك إثبات أو مستند قانوني عليه؟ طبعا لا. ولا حتى عبد العزيز عنده إثبات وسند قانوني يقول إن أمه شريكة معي أنا وأولادي في الشركة. طيب علشان ما نطول في هذا الموضوع، خلينا الحين نعمل تصور عن قيمة الشركة وسيولتها وقيمة المنزل اللي تسكني فيه أنت وأولادك أيام ما توفى المرحوم زوجك أبو أمين، يعني قيمة الميراث قبل 15 سنة وقبل التقسيم. طيب وبعدين؟ وبعدين نستخرج حق المرحومة أم عبد العزيز من كل شيء ورثاته من ابنها مبارك حسب الشرع والقانون. بعد كذا نفتح حساب قديم في شيء من البنوك، ويكون هذا الحساب صار عليه 15 سنة. خلي هذا المسألة عليه، أنا بتصرف فيها. بهذه الطريقة نثبت أنه حق المرحومة من الأساس كان مفصول في حساب آخر بدون ما يدخل في مشاريع الشركة، وأنه حقها بالكامل محفوظ في البنك. أما مسألة أنه المرحومة وصت بكل أموالها لعمل الخير، فهذا الموضوع ما موضوعنا، هذا موضوع المحكمة، تبت فيه مثل ما تريد. أنت كنت وين من زمان؟ أنا موجود في خدمتك دايماً يا أمي. تفضل يا غسان.